خير من بعد التجربة. مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا، مرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. اليوم ما جيت وحدي، معنا ان شيف انفيتي فروم يو اس اي، من امريكا اكزاكتومون من فيرجينيا. هي درنا واحد الطبق ديالهم وحنا درنا الرشته باش نعرفوا بالاطباق تاعنا، نهضروا على بارتنير تاعنا، وبعد نقدم لكم غوزه هي اللي حترجم اليوم بيناتنا، وتحكي لكم على الشيف ونحكي لكم على لو بلا ديالنا. الوغ بروميير بارتنير تاعنا عندنا شوكولا اغلاسي الوجدان بادواقها الاربعه، وعندنا الواحه للتسوق كما على بالكم كاين ان بون داشا شاك سيمين تاع 5000 دينار. عندنا سؤال نطرحوه اليوم، نشوفوا الشيف كش ما يعطينا كاش سؤال هكا بسيط ولا سهل. مشاهدين تاعنا يحبوا سؤال سهل. قلت لكم ان بون داشا تربحوه فيا لاباج فيسبوك، اللي اسمها الاختيار حيكون من لاباج تاعنا اوفيسيال تاع الشروق تي في. وعندنا لو بان برجر اللي حنستعملوه اليوم في الطبق تاعنا تاع جول سيسول. عامليك عباكم هذا جول سيسول او داير حاله في الصيف، يا خبز برجر فرما جولا شي بولي، ولا سخت البولي اللي حنديروه اليوم يليق بزاف في هاد الصيوفي. عندنا لي شوكولا اتارتيني الوجدان بادواقها ثلاثة، وعسيلة الوجدان اللي ترافقنا طيلة هذا الموسم. لي شوكولا هادو ما اللي دخلوا معنا جدد غوتيلا، وعندنا إفري بيان سور لو جو، وعندنا الماء المعدني ديالو ما نسيت والو. هادو هما. الو غوزه مرحبا بك. شكرا. يو ار ويلكم شيف روك. ثانك يو سو ماتش فور هافين شيف. تقدري تبريزونتي هنا، تبريزونتي روحك، ولا تفضلي تو شي توا. دونك مساء الخير عليكم، معكم روزا، نخدم مع السفاره الامريكيه في الجزائر، ومعنا اليوم شيف روك هاربر، هو ان شيف امريكا جاي من فيرجينيا من الماريكان، كان هو الرابح تاع الموسم الثالث من هيلث كيتشن، البرنامج المعروف للشاف المعروف كوردن رامزي. روك عنده سنة هو في الجزائر، داق تقريب كل الأطباق الجزائرية من الزويطي حتى المحاجب، واليوم جاي يقدم لكم الطبق تاعو اللي هو الدجاج المقلي الأمريكي. روك، yes. Tell us a little bit about Algeria. How was it so far? I don't want to leave. I might not leave. قال لكم مانيش مروح، قاعد لكم هنا لصق، وكان اللي يحب يديه معاه يديه معاه، ماهوش رايح حتى بلاصه. مرحبا به. يعيشك شاب. لا ينفعنا هكا بكاش اطباق، ولا مرحبا به. ينفع ينفع. يعجبك. الوغ اليوم قلت لكم انا درت الرشته باش نخليه الاز، درتها ديجا معاكم وجدتها ايتو، نخليه الاز نهضروا عليها بعد شويه على الرشته نفهموا فيها. هو حيفهمكم في الطبق تاعو لي زانغريديون كامل واجدين، هو يقول لها لي زانغريديون وتشوفوا كامل، وانا نعاود موراها حتشوفوا كامل لي زيتاب. هذه روك يو تيك ات. Alright, I take it from here. So we're making fried chicken. We'll move this wonderful water. Okay, thank you. So we have the most important part is the chicken, obviously. And this has been brined already, I believe, which is a salt water solution. And the reason why we do that is to keep it juicy and to add more flavor. Okay, donc la chose qui est un peu différente en drak le jour du dajj tao, c'est que قبل بساعه يرقد الدجاج تاعو في ماء فيه الملح والسكر. علاش الملح؟ باش يجي دجاج بنين، والسكر باش ينقص شويه الملوحه. دونك هذا الماء نزيدو فيه مغرف سكر مغرف ملح، نحطه فيه الدجاج ونخليه يترقد بيان. Now I want to ask Chef Nadine, has she ever Nadia, excuse me, has she ever fried chicken before? Est-ce que من قبل قليتي الدجاج؟ وي قليته، ندير هذاك كريسبي ولا لوتر يا ربي راح لي اسمه. يجي كريسبي هكا يا راح لي اسمه. نديروه من يعجبني توجور تاع برا. سي كونت اون فواياج ولا ناكلو تحسي كروسي يا مقرمش ايتو يا اون استيس لازم يبدها لنا اليوم. يبدها لك شيف روك. So she said she likes fried chicken, but usually it's not as crispy as the one she buys from the outside. And I told her that you're letting her in the secret. I'm gonna give you some secrets. By the time we finish this, you're gonna be the queen of fried chicken in Algeria. Good. So قال لك اليوم نعطيك لو سكري باش ما تزيديش تاكلي فرايد تشيكن برا، تاكليه غير في الدار. وهو عنده ريستورون في الماريكان اسمه كوين ماذرز تشيكن، يخدموا غير الدجاج مقلي، واليوم راح نعيط لكم كيفاش يخدموا الدجاج مقلي على اصوله. Now we're going to start with some flour. اول حاجه يزيدها هي
واحد هو 3 تيبل سبونز او وي جيفن اك قال لك اليوم هو اليوم حكينا بزاف على عينك هي ميزانك شافرا قال لك عينك هي ميزانك تبدا بشويه فارينه نورمال فارينه عاديه اوكي ابار كاب يا جوا واحد الربع مغارف فارينه عاديه. And then this is a secret to keep it crispy because we use rice flour. It's light and airy. You see it in a lot of Japanese cooking. So we use maybe about a quarter cup or a tablespoon of rice flour. ماذا مغرف تاع الفرينة تاع الروس على نزيدو الفرينة تاع الروس هي اللي ترد الدجاج كريسبي وبنين تردو خفيف. And this one we've been together and we didn't even know it all of these years. So this is a secret that I use in my fried chicken. Is a chickpea flour. It adds a great crispness and doesn't hold a lot of oil, so it doesn't make it greasy. And you use and you had it in what? With what dish you liked? Algerian dish? The chickpea flour. Yeah. Oh, in my favorite in garantita. Yeah. Donc هو فوق لوي إنه يزيد لبودر تاع الحمص هو سكري ولا حاجة جديدة. جال الجزائر لقاهم بلي يديروها كارانتيطا دونك كان له ان شوك وبارمي لي بلا الالجيريان عجبته هي الكارانتيطا باسكو فيها بودر تاع الحماصه فوالا سي سا وقال لك كي يدير لا بودر تاع الحماصه الا فهمت تجي خفيفه ما تشربش الزيت ما تشربش الزيت وتجي خفيفه دونك هادو ديسير حاجه ما تشربش الزيت سي سا دونك لا بودر تاع الروز ولا بودر تاع الحماصه ترد الدجاج خفيف ومقرمش اوكي بارفي. So I'm going to put a little salt in here. Uh-huh. We have to be mindful of salt because the chicken already has a salt flavor in there. So we don't put as much as we normally would. ما نكتروش الملح باسكو ديجا الدجاج حطيناه في الملح ساعة يكون مالح. This black pepper, ground black pepper. الكحل بيان سير. I almost sneezed, so this is good. I almost sneezed. قال لك قريب عطس صافي الفلفل الكحل تاعك راهو بيان راهو شباب. لي زيبيس خاطيك قول له. اخويا قلت له راح شاف الجزائر شاف لي زيبيس. We use a lot of onion powder in our cooking in the American South. We use a lot of onions. My mother trained us on, she can eat onions every day, all day. So onion powder. Okay. ونزيدو لها لا بودر تاع الحمص ولا بودر تاع لا بودر تاع البصل ولا بودر تاع الثوم. A little half a teaspoon maybe of garlic and paprika. Paprika is very important. There's smoked, there's just regular paprika, there's spicy, there's sweet, but the flavor and the color are very important in our cooking. We like red things, it is a very spiritual color for us. So لازم نزيدو بابريكا تكون حمرا بيان باسكو لا كولور روج تمثل لو سود تاع امريكا. داكور. اشاف نادية على التوابل شنو هو السؤال اللي تقدر تقولي لنا؟ عندي سؤال ولا انت اللي عطيتي احنا اللي عطيناكم السؤال اوكي بارفي هو على باله واش راه على باله وي اه جود انا على بالي جو على باله هو على باله السؤال تاعنا يقول وشنو هما لي زيبيس اللي كاين كامل في راس الحانوت نورمالمون نعرفوها باسكو ما كاش دار ما فيهاش راس الحانوت وشنو كاين راس الحانوت تاع بسكرا تاع سيديغي صح كاين ربعه اللي هما يكونوا ديما يتعاودوا فوالا شاف روك راح دار شويه في الجي سوندر لقى حانوت توابل تخل شم راس الحانوت شرا وراه مدي مع الماريكان باش يزيدوا للوصفات تاعها دونك بات على راس الحانوت شاف راك راس راس الحانوت Listen, what I know is that it's like we have a bunch of seasoning blends in America. Ras hanout is going back in my pantry. It is nice and flavorful and fragrant. I love the way it perfumes before you even cook it. It's a great all-around seasoning. I love the literal translation too. Yeah. So قال لكم بلي في الامريكان عندهم بزاف لي زيبيس اللي يخلطوهم ويخدموا بهم. مي راس الحانوت لحد الان احسن ايبيس عجبو. عجبتو على جال البنة اون بليس سا الريحه. فيه بزاف لي زرب وفيه بزاف الريحه. فوالا. دونك السؤال تاعنا نهار اليوم لهذا الاسبوع كامل يقول وشنو هما لي زيبيس اللي تكونوا منهم راس الحانوت. ماشي لازم تعطوهم لنا كامل مي كاين ربعه يكون فيهم راس الحانوت دونك ماذا بينا تعطوهم لنا. تنساوش الرقم اللي راهو اسفل الشاشه 0320702494 امتعونا باتصالاتكم اش ما عندكم كشوه صفا يزيد يشاركنا معها المره الجايه ورزا هي راهي الواصل بيناتنا.
ماشي كيما نعرفوش اللغات ولا ما نتقاسموهمش، معناتها نقدروا نسرقوا منه بلان دي دي مادام راهي روزه هنا. راني هنا انا اليوم لازم ندير لاغوسه نحل كاش كوميرس بها، نريد بيع الدجاج ولا نسال كوميرس فهمت. راك قالت لك she will steal the recipe and start her own chicken place. Let's go. Just, that's all I ask is for her to tag me on Instagram. That's it. قال لك تاغيني في انستغرام برك اللي بغيتيها. When she stacks this table full of millions of dollars, just say Chef Rock gave me the recipe. That's قال لك تولي مليونير قولي برك thank you Chef Rock. Okay. I do. That's an easy deal, right? No. So while I just mixed this up, I added, we like spice too, spicy. So I added what I think that's pimento. Yeah, pimento. We would normally use cayenne pepper. Yes. But I added that just for a bit of chili spice. Pepper. Yeah, chili pepper. Mm-hmm. Yeah, any so, red spice is fine. So هما يحبوا الحار دونك زاد شويه الحار انا هذاك الشيح مرحي شويه زادوا مع الفرينه تاعو ولازم تكون الفرينه بيان ايبيسي. Now while we do this we're going to move on to another step but I think it's important to heat the oil. Okay. So we should heat the oil now. I'm not sure how much time we have left. Mm-hmm. Are we good to go? We're good to go. Okay. Donc maybe chef Nadia tu as dit tisson parce que zit les mis sont bien. Okay. Donc حطي لنا الزيت يسخن. Donc هاد لا مارينات كي يديرها وكي يوسي هاد البولي يغسلو. Eh bien sûr. D'accord. يغسلو ومن بعد دوك يخدم لا مارينات. D'accord. بهادي لا فارين ايبيسي يخدم لا مارينات. Okay. Donc لازم دوكا نحطو الزيت. حطو الزيت يسخن. Exactly. D'accord. Okay. ما كاش اتصالات اليوم وش بكم اليوم حبيتوش ديروا معنا لومبيا حبوش يهضروا معنا بكم شفتوا بالك عاد امريكاني راني هنا نهضر عربيه تربية احنا عندنا مخرج رائع ما شاء الله عليه في غرامتي نتاعنا طيله هاد الساعه وربع يمتعنا باللي بلان تاعو بالاتصالات ميم لي كادر تاعنا فارو ما شاء الله عليكم احلى اسماء وردوان سيدي ان بون ايكيب ما شاء الله عندنا في البلاطو ثاني مسؤول البلاطو وردوان كسري عندنا ثاني في الصوت شكون معنا في الصوت أمين حميد حميد دائما ننساه يسمح لي وعندنا مساعدة الشيف اللي كنت تعرفي عليها نائمة ولا ماكية صبيحة ما شاء الله البني كيب Rock they're talking about their team how far how do you feel here in the studio like with this team literally I'm taking notes because I'm building the studio back home I'm trying to I'm like man this is incredible this is top notch so you're an inspiration. I'll give you the recipe, you give me the blueprint for the studio. Okay. قال لك انا نعطيك لا روسيت تاع الدجاج وانت يا اعطيني كيفاش راكي خدمه الاستوديو باسكو سي بارفي عجبتو لا تيم عجبو كلش يعطيكم الصحه. لا تيم قلت لك من احسن واطيب الناس واستوديو قناه شروق كل موسم تبدلنا كامل الاستوديو لي كولور لا فيسيل كذا ما شاء الله. So they get a new kitchen every year. Oh my goodness. I'm jealous. Every season. So with شروق every season makes them a new kitchen. I don't know who the president of the studio is, but ask them do they need more talent? Because I know a guy that needs a show. So قال لكم صحاب شروق إلا حبيتوا تشوفوا خدمة الشيف يجي يخدم معكم آلاف. You're welcome. Oh, thank you so much. Okay. So we'll put the so this is the oil here, yes? Yes. Okay. Which I. شاف كاينه جو بونس نشلو شويه دجاج باش نطيبو هو راح يحط الزيت يسخن. Wait. This one. This one? Okay. Donc, أول إتاب قبل ما يماريني الدجاج لازم يسخن الزيت باسكو كون ما يكونش الزيت سخون بزاف كون ما يكونش الزيت سخون بزاف ما يقدرش الدجاج تاعو يجي كريسبي. نشلو هدايا كامل. نشلو شوية شلي قسمة نطيبو اليوم. نعاود لهم برك شوية الزيت نعاود لهم. أول إتاب. We have a call, Chef Rock. Oh my goodness. Our first call. الو السلام عليكم سلام وشك يا اختي ناديه صافا وانت يا بخير صافا الحمد لله الحمد لله نحبك تعجبيني ما شاء الله نموت عليك انا يسلمك حنونه تعجبيني طيابك ما شاء الله لا غصت لي نسيها تنجح لي شكرا ميرسي نعم قلت لك ميرسي الطياب تاعك اللي نشوفو يعجبني اللي نسيه يخرج لي الله يسلمك يعيشك مرحبا بك وسلمي على الشاي معاك والاخت اللي معاك فاروق من فضلك تقدر تزيد لي شويه الصوت الو رفعي لي شويه الصوت تاعك من فضلك وي اختي ناديه راني معاك قلت لي شكون معايا قلت لك اسيل من سيبازا اسيل وي
اسمك شباب الله يبارك، مرحبا بك بنتي فازا. يا عمرك ان شاء الله. يا عيشك، اليوم عجبتكم الامبيونس انا دايرينها؟ لا ما شاء الله، انت كي تكوني فهمت الامبيونس كاين. يا عيشك. والله شكرا اختي، يعطيك الصحة وشرفتي تخدمي على جناتك، صحتك ان شاء الله. يسلمك، صح ايمانك ان شاء الله. الله وسمية راهي مليحة. صافا والله لا باس، الحمد لله. الحمد لله، كسر لنا من الاكولات الصيفية اخت نادية. اليوم حيدي لكم واحد الدجاج تاع الصيف الصيف الصيف. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شكرا حبيبتي، يعطيكم الصحة. يسلمك، ربي يحفظك، يعيشك. شكرا. شكرا على الاتصال. دونك نشلو الدجاج نعاود لهم خفيف الضريف واش نديرو. بون هذا فرايد تشيكن قلتي لي فرايد تشيكن دجاج مقلي. اوكي دجاج مقلي. نسحقوا صدوره تاع الدجاج، لا كونتيتي اللي تحبوا نتوما على حساب الاعداد افراد العائله. لهنايا واش يدير، يقول السر نديروه في ماء ساعه من قبل ولا زوج سوايع من قبل ولا اوكي نديروه في ماء كما راكم تشوفوا، نغرقوه هكا مليح في الماء. هذا الماء درت له زوج ملاعق ملح وزوج ملاعق سكر. علاش الملح؟ باش يدخل له مليح ما يجيناش صامط. حنا شتي كنا ناكلو باغفوا الدجاج تلقاي الماء ماشي الملح ماشي داخل تلقاي غير هذيك الطبقه الفوقانيه مالحه. دونك السر باش الدجاج يتملح لكم من الفوق ومن الداخل هو انكم تمارينيو هكا في الماء زوج ملاعق ملح وزوج ملاعق سكر. السكر علاش؟ باش تروح شويه هذيك لاسيديتي وتروح كميه هذيك تاع الملوحه. يتملح هكا واحد ساعه ولا زوج نحكموه نشلوه. لهنايا راهو يدير اون ماغيناد باش يجي الدجاج تاعو هكاك مقرمش. واش فيها؟ فيها الفارينة. هو عجباته هو ديجا يخدم هكا تاع عينو ميزانو. وزاد كانت قالت له روزا قالت له علاه حنا بلي حنا نقولوا عندنا هذه الكلمه عينك ميزانك ولا يعرفها، يقول كي تقول له عينك ميزانك يعرف بلي سون ميزيغ. وحنا الحصه تاعنا يحبوا حاجه بلا ميزان بلا سون شيشي كيما يقولوا. تبدي فارينات كيلي بالملعقه. شوف روك هاو ماتش دو يو لاف عينك هي ميزانك. Measured by your eye? Yeah. I love it. I mean, in school, we didn't love it, but I love, you know, it's a feel, right? You get connected to the, it's done when it's done, it's good when it's good. Yes. انا نشوف هي لاستوس تاع عينك ميزانك هي اللي حتمد بنا وهي تمد الاحساس باسكو الطياب كل واحد الله يدير لاتوش تاعو بهذيك عينك ميزانك. حبي الحرور كتلي راح لو تحبي البصله زيدي البصله، تحبي ثوم زيدي ثوم، شغل لازمك تزيدي لاتوش تاعك. قلت لك حنا المشاهدين تاعنا يموتوا على هذه تاع عينك ميزانك. عينك يا ميزانك يا يحبوا هكا بالكاس وعين مغرف عين خلاص شغل فونشي شي تروحي تشري دجاج وطيبه يقعدوا يكسروا في راسهم. كاين مره كبيره ما تحبش تستعمل ميزان، كاين وحده مخبياته في بلاكا تعجز تروح تجبدو. هذه عينك يا ميزانك. الوغ لهنا قلت لكم في لاغوسيت دار فارين عينكم ميزانكم بيان سور على حسب شحال عندكم ثاني الدجاج، ودار فارينه تاع الروز دار ملعقه. هو يقول هي اللي حتمد القرمشه لهذاك الدجاج ديالنا، لانه انا الدجاج اللي ما كنديرو صح يضرب نص ساعه ساعه يدبال. دونك هذا هو السر تاع الفارينه تاع هذا الروز اللي تتباع في الاسواق. انا شريتها، قولي له زعما يسي يعطيناكش بديل هكا اون سي جامي ما يلقاش فلا فارين تاع لوغي. اوكي Chef Rock, if we don't find rice flour, what is a good substitute? Well, my grandmother, I guarantee, never used rice flour, probably my mother either. So just regular flour is totally fine and traditional. Mm-hmm. But if you want to use an alternate flour, I experimented. So any other fine flour, just experiment with it. But if you just have the all-purpose flour, that's totally fine. دونك قال لك باللي هو على بالو باللي موج داتو جامي لقاو الفارينه تاع الروز فوالا كانوا يخدموا بوش عندهم. قال لك المهم تكون فارينه شويه فين قدرت تزاد. بار اكزومبل كي رحنا الاشراف جابوا له الفارينه تاع الذره شيل المايزينا شيل المايزينا فارينه الذره جراحه الاصفر جراحه الاصفر موجوده بزاف في الاسواق. تقدروا تزيدوها تزيد بنه كبيره بزاف الدجاج. هما كامل موجودين في الاسواق تحكي ما قال جراند مادر ولا مادر شويه ما يحبوش يكسروا راسهم. اللي كاينه انا ونتي نروحوا السيبرات اللي كاينه شويه فاينه شويه قرنطيطه وانت خدي. الوغ هاو يقول قلت لكم السر، قال لكم تقدروا تستغناو على هذه الفارينه بصح هي عندها شغل اضافه لهذه الوصفه ديالو. يقول تقدروا ما تستعملوهاش، استعملوا غير فارينه عاديه وشنو تكون فين فلوغ تكون رطبه مليح. والسر الاخر اللي حنا نحبوه كامل هذه السعر هذه جزائريه والله منين جابها هذه، باسكو يا دي جون اللي تقولي لهم فارين دو بواشيش ما يعرفوش فارين الحمص ما يعرفوش. هو ما كانش على بالو بلي في الجزائر نستعملوها قولوا فيموس
I'm just telling her that Garantita is big in Algeria. Like chickpea flour is very well known in Algeria. Yeah. And that was a very surprise to you. Oh, we love chickpeas too. So, yeah, I'll say I'm the pioneer back in the States. Yes. في الأمريكا الغير هو اللي يديرها. جا الجزائري قبل الجزائريين قاعد يديروها. ما دولت بلادنا خلاص. هذا تاعنا تاعنا. تاعنا فوالا. قلت لكم يقول السر باللي هنا ثاني هذه فرينه الحمص سي لاسيوس تاعو لا توش تاعو قال باللي غير هو اللي يستعملها في الماريكان جا الجزائر لقى كامل الجزائريين يموتوا على القرنطيطه كلا القرنطيطه كلا اوكي وعجبتو بزاف عطاو له العروسات عطاو لهش نتبادلوا العروسات اوكي خلاص عطاو له شي سيلين يو اف يو جيف هير ا جود فرايد تشيكن ريسيبي is going to give you the best garantita recipe. Uh-oh. I'm waiting, like today? Like when I come back? When I come back. Okay. Okay. Now, another thing you can use, too, I just thought about this. I saw many cereals. So traditionally, we would use cereal, like dried breakfast cereal, like cornflakes or usually cornflakes. So if there's some breakfast cereal or something like that, or even cornmeal would work in this, too. ناخذ اتصال بعد فهمينا الحال الو مساء النور مساء الورد واش راكم صافا وانت بخير الحمد لله هذه لا بروميير فوا نتصل بكم مرحبا بك ان شاء الله ماشي الاخرى ان شاء الله شكون معنا عزيزتي معكم زهره من الجي زهره نعم ايه اليوم راه غير زهره روزا زهره ربي يخلي ايامنا كاع ورود امين اجمعين يا ربي يدير لكم ورده في الجنه ان شاء الله ان شاء الله ماشي ورده جنان جنان الامسيه تاعكم طيبه ان شاء الله ان شاء الله يعيشنا في قناه الشروق يسلمك يعيشك ما شاء الله قناتنا رطبه بزاف يعني الحمد لله نتابعها من الصباح حتى العشيه ما كاش كيفاش ديري الشروق صباح وحطيتي لي كوموند ابا هذا ما كان نزيدو نقصو الصوت هذا ما كان قولي لي معجبينك الوصفات وي الله يبارك يعني سي انتريسون لو تام تاع اليوم سورتو هاد البولي كريسبي voilà. ما انتيغيس اوسي بنت علمو نديرو حنا كامل نحبوه سي لي زونفون يحبوه مي لا بلوبار نشروه برا ما نكذبوش على بعضنا بعض اكزاكتومون فوالا باسكو عنده عنده بنه اللي ما يمدوها الناس لا اختي زهره مليون من هاد لا روسيت ودي ديما ديري في الدار ما تزيديش تاكليه برا ناكد لك والله وكما قلتي مقبل الاخت بلي كي ناكلوه برا ما يجيناش كيما تاع الدار جامغي بيان كي نديرو في الدار نولي تعجبني لا روسيت تاعي ماشي تاع برا فعلا ناكد لك بلي هاد لا روسيت سيبو ما تزيديش تشريه برا ان شاء الله ميرسي بوكو شفتيها لا روسيت وي انا نتبع داكو نتبع في لي زيتاب نوتي وكامل لي زاستيس اللي عطاهمنا الفرينه تاع الحميصه اللي عجبتني باكي وخبيه في الدار ويلكم مستر شي سيد ويلكم ان الجيريا ثانك يو فيري ماتش اي ابريشيت نيفر مايند Donc, je pense qu'on va au break. Ina, معليش نجاوب على السؤال. قلت لي زهرة واش قلتي لي؟ حبيت نجاوب على السؤال. شوفي زهرة السؤال راه من لا ريبونس تكون في الصفحة تاع شروق اوفيسيال اللي تعرفيها. داكو. تروحي لاباج فيسبوك تكتبي الشروق تي في افيك او ماشي شروق ديراكتومون الشروق او وتلقاي هذيك البلو مارك هذيك الشلطه زرقاء معناتها هذيك هي لاباج اوفيسيال تاع شروق تي في هذيك لاباج تلقاي لو لايف تاعنا دوكا واش راهو يجوز تلقاي اون لايف تما ريبوندي على السؤال تقدري تريبوندي عليه بليزيور فوا باش كيديروا هما يخيروا هكا يطلعوا يديروا انتيغاج يقدر اسمك كي تريبوندي بليزيور فوا يقدر يطلع اسمك وخطره في السمانه نديروا هذاك لو تيغاج وحتربحوا هذيك القاسمه تاع 5000 دينار من عند الواحه للتسوق ويشرفني اني سمعت صوتكم يعيشك لو بليزير اي بور نو يعطيكم الصحه وامسيه طيبه ان شاء الله ربي يحفظك زهره شكرا على المداخله بالسلامه يعيشك عم يقولوا لي نروحوا فاصل ونعاودوا نولوا شفراك what do we say we'll be right back after the break yes شوفوكم عودنا والعود ماشي احمد ويوسف تغرمت شوفي يعجبني نخرجت هنا يديها لك من الطابله وطابله زيناها اليوم شويه نحاس شويه تقليدي ايتو
الواحد او جايين من هيك لازم نوريو موشي على الاخر تاعنا. انا قلت له الشاف نادي تحت الله فيك حدي لك رشته عافيك بليز حدي لك طابله. كنت قلتي لي كلا بعد الاضباء خيرت الرشته رشته مازال ما كليناها رشته هي الاخيره هذه درت له شويه لي دات فوغي اللي معروفين بهم ناس العاصمه شويه مودرنيزيناها مهم لك قدامك في ليكرون حبيتي تشوفي زهره ما شاء الله فهمي قولي له هذه سيدي دات فوغي وايتو وبعدين نهضر لكم على الرشته شاف راك شي ميد يو رشته which is a staple of the Algiers kitchen, the typically Algiers kitchen. And she also made you filled dates. They're very well known for Algiers. And she got all the copper ware that we usually use for traditional meals. It looks beautiful. Thank you. I can't wait to eat it. Thank you so much. ما عنده حتى كلمه يهضرها هكا بالعربيه عينك ميزانك عارف واش كيف how do we say it's really tasty بنين بزاف بنين بزاف من اللي جا وليك قلت مدي له قلت بنين بزاف بنين بزاف بنين بزاف I got that one down pat because I've been eating so much food so I have that saying easily yeah I know how to say that بنين بزاف بنين بزاف لازم نعلمه شويه عربيه لازم شويه راني نخدم الله يعرف نهاجم عرف كارانطيطا بيتزا كاري يعرف راو يعرف لي بلا زبيطي شخشوخه تشكتشوكا حماس حماس انترينيو اي سي سي بون يس تو ديفرنت كاينز اوف مهاجر يس ذا وان ذا جاي تراي تو ميك ات ريلي سبايسي بوت ات وازنت ذات سبايسي كلام حاجب حارين صح ما جاوش حارين بزاف يحب الوقيلا سبايسي يحب الحار وانا ميغي ياكلوا عفايس سبايسي ياكلوا الحار بزاف كان عندهم هذوك لي صوص سبايسي يحبوا الحار ماما هو يحب الحار and the tea was really tasty as well I forget the name تيموني شربت تي تيموني الله الله بالرغوه with a lot of foam ايه وقلت له كل ما تزيد الرغوه تزيد البنة وي وزيد دراهم نقول له يعرف لها يعرف لها هذاك سيمو الوغ نولوا للطبق ديالنا شويه قلت لكم الدجاج ماريناه ساعه زوج سوايع قال لكم هذا هو السر الملح باش يدخل له ما يجيش صامت هذاك الدجاج يتمارينا ساعة زوج سوايع ما عندكمش مشكل في الماء زوج مغارف ملح وزوج مغارف سكر الملح باش يدخل مليح ما تخافوش زعما تقولوا بعد حيجي مالح ولا لانه حيتغسل وشنو الحاجة اللي حتنقص لنا هذيك الملوحية لاسيديتي تاع الملح هي السكر ومن بعد ما حش يقولوا باللي حلو ولا بزاف لانه لي بولي تاعي راني راح نغسلهم لهنا استعملت صدر تاع الدجاج راكو تشوفوه فيه دايوغ كي تمارينا في الملح تو لا كولور تاعو تتبدل انا هذه اون شغل افيك لو طون وليت نعرفها كي ما نغسل الدجاج بالملح ولا نمارينه اللوغو تاعو يجي منين يجي طري من الداخل تحسي البولي طري هذا هو السر تاع الدجاج علاش نحبوه برا لانه الحانوت ماهوش حي زعما يجيب دجاج دوكا ويطيبه لكم حيجيبو دائما الصباح بكري ويمارينيه ولا لافي ويمارينيه سبوكسا نحبو الدجاج هكا تاع برا انا دائما نقول لهم لا مارينات تلعب دور في الدجاج لهنايا لا مارينات اللي كان دارها قلت لكم دار فارينه عاديه ملعقه تاع فارينه الرز كما يقول هو عينك ميزانك ودار ملعقه فارينه الحمص فارينه الحمص متواجده في الاسواق ديالنا هذه ملعقه تاع الرز ويقول لا ما كانتش متواجده في الاسواق هي مليحه تمد قرمشه اشرو امتي باكي كل ما تحبوا ديروا هذايا شي حاجه اللي نشروها دائما ولا امتي باكي وكو ديروا به ماشي رز مرحي فارينه الرز هذه باش يكون عندها معل ولا ما كاش قال لكم ديروا فارينه عاديه وشنو تكون رطبه مليح دير كميه ماشي معتاد ماشي محدده ودار فيها لهنا الملح قال لكم ما كثرتش الملح لانه الدجاج راهو مرقد في الملح دار بصل بودر وثوم بودر الا فهمتوا من قبل كان يقول لك بلي يستعملهم بزاف في الاطباق تاعو كما انا ما يخدموش لو سود تاع الماريكان هادو هما زوج توابل اللي يخدموا بهم بزاف انا ثاني نخدم بهم بزاف ما شاء الله وراهي سخانه هاد الايام يقدروا يخدموهم انا نديرهم في ميزون كي تكون هكا سخانه ولا حنا في بيوت عادائيتو يخدموهم بزاف هاد الثوم لانه عندهم سخانه دونك دائما يكون جديد لو غو ديالهم شاف ناديه اوفر هي ميكس هير اون دراي اونينز اند جارليك ذاتس ماستر شيف ليفلز قالك سيبون فيها ماستر شاف انا نحب حوايج اللي نخدم بهم انايا ما شاء الله عندنا فلفل كحل وش دار ثاني دار ثوم بودر ودار هذايا تاع الفلفل الحار انا تقدروا ديروا عكري حار عكري حار وقال لكم لهنا ثاني لازم تكوني عكري تكون لا كولور تاعو شابه حمراء شابه باش تمد لكم لا كولور لانه الرمز تاع البلاد ديالو يكون لا كولور هذيك غوج هما يحبوا يمدوا هكا نظره للاطباق تاعهم كيما حنا ثاني نحبوا نبينوا باللي اجي لا بلانش اجي الوهران الباهيه هذه هي فوالا لهنايا واش داركم ليكيد ليكيد زاد لها لو جو تاع لي كورنيشون شوفوا لهنا شرينا لي كورنيشون بعد حبيه حيديرهم في لا ديكو ولا
لو جو تاعهم هذاك الماء ديالهم نزيدو زادوا به قال حيمد بالنا احسن من الماء عادي احسن زاد الماء عادي الماء تاع المخلل ولا فارين ايبيسي اللي خدمها من قبل هذه وخلطها مع بعضها هذيك هي لا مارينات راح يمارينات للدجاج هاي ليك تولي ان ليكيد تولي ان ليكيد قلت لكم دار ماء عادي والماء تاع الكورنيشون كنا شرينا الكورنيشون هذاك المعلب الماء تاعو نحيته نسقسيه برك اللي ما يحبش الماء تاع كورنيشون ولا يكون مالح بزاف يعني ديجا ما يحبوش الملح اسكو يقدر يدير الماء عادي اوكي اف وي اف بيكلد واتر از تو ماتش فور سمون وات كان دي يوز از ا سبستيتوت او جست ماني بيبل يوز اكشلي ميلك اي دونت لايك تو يوز ميلك بيكوز ات جست نوت اتس نوت فري سو سو بيكل جوس از تشيب بات جست واتر از فاين يا باسكو لان باور فينيجر You can't. I wouldn't put too. You can, a little bit. But just a little bit. It depends on the strength of the vinegar. Donc, لما يحملش الجو تاع الكورنيشون يقدر يدير الماء عادي ويزيد له شوية خل باش يجي شوية حموضة. باسكو الحموضة تمد البنة. تمد فوالا كي سخون عاد تقلا ايتو حتى تمد البنة. مي انا خممت على الملح لانه الماء تاع الكورنيشون يجي شوية مالح. شوية مالح. كاين ناس مراد ايتو دونك لازم نعطو لهم ليزيد. الو قلت لكم خدم هاد لا ماريناد الدجاج راهو ماريني من قبل كيما قلت لكم الزيت مازال ما داروش يسخن تبعوا كامل الزيتات نغسلوا الدجاج وهو يقطعوا ومن بعد نكملوا الوصفه ديالنا دونك شيف براك يو وان تو تيل ذم وير يو بين سو فار اند وات يو هاف دون شور يو غون تو هيلب مي يس اوف كورس اوكي سو اون موندي وي وينت تو ذا وينت تو ذا كازبا يس رايت اند وي هاد ا تون اوف فود ويتش واز جريت غارانتيتا واتس ذا نيم اوف ذا ساندويتش اجين With the shaved liver and the beef, the heart. كلار كبدة مشرملة في القصبة في نص خبزة فهم والو قساسيت قالوا كيفاش تفهمها بلي طابت قالوا نشوفها نعرفها وعجبته بزاف. داخلة في عينك ميزانك. أيوة داخلة. You said I didn't know how you knew how to make it and you said I just see and I know. Uh-huh. And this is عينك ميزانك in play. Yes, yes. Oh, okay. I mean that was excellent. And I bought a Shanghai. Oh, shla Shanghai. Shanghai. Yeah. Can you Shanghai? قلت له الشيف راك راح طيب لازم تلبس لها الفستاك تاع الشيف من شلا شونغاي وراه فرحان اللي راح يروح الامريكان يلبس شونغاي. I was going to wear it today but I had to wear the chef jacket so. Yeah. So we had a we went to the African cathedral. Yes. And took a picture of Noza. We couldn't go into the ancient mosque that was there. Yeah. But we have a bunch of, you know, the Garantita was my favorite because you got this guy in the shop and he's really passionate and he can taste the love in the food and the harissa. I love spicy, so he put that harissa on there and I was in heaven. Yes. راح تاني Notre Dame d'Afrique دار تما انتو وانا شافها عجبتو بزاف عجبتو لا فيو راح جامع كتاوا ما قدرناش ندخلوا صح عجبوا من برا بزاف واكثر بلا عجبتو هي الكارانتيطا اول حاجه باسكو لا بودر تاع الحمص هي حاجه يحبها دونك تشوكاك بلي شاف ان بلا كامل يتخدم بها السيد عنده 35 سنه يدير غير كارانتيطا اون بليس دو سا تهلالو في الهريسه وهو يحب الهريسه yeah and I want to say one last thing about just the restaurant we went to the other night where we all sat around and had the svete was that was yes. And we had all of the things, but the community, the sense of communal gathering and eating, that was really heartfelt. Like I love eating like that. My culture is very very much like that as well. واحدة من الحوايج اللي عجبتو بزاف إنه ناكلو مع بعضنا من نفس الصحن اللي حاجة ما تجيش الأمريكان. معنا اتصال. ناخدو اتصال. تستقبليه رضا. إيه نستقبل. تفضلي. مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. صباح لاباس. الحمد لله روزا روزا وين شكون معايا شكون معاك ما عرفتنيش لا بوتالي والله ما عرفتك يا لالا قولي لي كنتي تقراي معايا الله يبارك الله يبارك وين قرينا مع بعضنا في لافاك لافاك ما شاء الله اسمك من فضلك حكيمة من قسنطينة حكيمة مرحبا بك مساء الخير زيد يا عيشك واش راك تسوي والله الحمد لله عجبتك واش رانا نديرو مع شيف هاربر روعة ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة حكيمة شاف نادية بيان سير هي السبة اللي رانا هنا نشكرو شاف نادية منورة راكي منورة كيف شاف نادية يا عيشك حبيبتي هذا نور حكيمة عندك سؤال شاف هاربر على كاش حاجة على الماريكان على الكوزين على الدجاج المقلي اللي بغيتيها حكيمة
crispy chicken is really wonderful and I like it. I make the recipe. I will absolutely I will do it at home. خلاص شوفي حكيمة من اليوم ما تزيديش تاكلي فرايد تشيكن برا، اكليها غير في الدار باسكو شيف روك got you the real recipe. So Algerians are used to eating it outside. And I'm telling them you're the reason they're going to make it at home. Okay, I love it. يعطيك الصحة حكيمة. يعطيك الصحة ميرسي. حكيمة أنت مقسمطينة؟ مقسمطينة عندهم تقاليد وطبخ. لازم نجوك حكيمة نجوك نجيبو الشيف ونجو لقسنطينة. أنا قسنطينة نحبها عاداتها نحب تقاليدها نحب هذاك الحفاظ على التقاليد تاعكم جادوغ تو سكي أون كونستانتين. بون نحب كاع الولايات باش ما نكونوش حياديين. بصح قسنطينة علاش تينينا دائما ندير أطباق تاعهم فوالا عندها أن شاغ مع سن الثقافة كما يقولوا. ربي يحفظكم ومرحبا بك. شكرا يا عيشك انا جايين شوفي ما تقولين الناس مرحبا بك تعرفي نجيب لي كيف ونجي مرحبا بك يا عيشك يا عيشك حكيمة ميرسي شكرا ان شاء الله نشوفك في قسنطينة ان شاء الله نعيشك عايشك على خير بلا مال ثانك يو دونك نبداو بالجاج حبيت نسقسيه برك على شوفي كاين سؤال انا دائما في راسي شتي في لندن ولا في امريكا انا دايره في بالي باللي عندهم غير برجر ولا فيش اند تشيبس في لندن ولا دونك حبيت نحكي لها بصح كي هضرت معاها مقبل كنتي تفهمي فيها ايتو حسيت بلي عندهم دي بلا عندهم ان فاست كولتور يحكي لنا هكاك شعب صار فيموس عندهم ولا جو سي با ولا اوكي سو اجين ذا ستيريوتايب اوف امريكانز اونلي هافين هوت دوجز برجرز اند بيتزا اند شي وونتس تو نو واتس انذر ديش ميبي جامبلايا تو مي ات واز Yeah, jambalaya is a very interesting dish that we made yesterday at the fair. Yes. Because it has, you know, roots in Africa, influence from Spain and French. It has almost, if you follow the spices, mm-hmm. right, from where when black people were brought from Africa to America, if you follow the route of the spices, jambalaya sort of picked up influences along the way. So yeah. that is a very, in our culture and in the country as well, That is a very significant dish, but Creole, Cajun, and this cuisine that created jambalaya. البارح في سافكس في المعرض الدولي للمبادلات التجارية كنا مع المدرسة العليا للفنقة والطبخ ودرنا ان بلا اسمه الجامبلايا اللي هو روز يجيو فيه لي سوسيس الدجاج ولي كروفات ان بلا امريكان جاي من لو سود واش يدير يديروا الدجاج وال الكروفات وهم يديروا لي صوصيت حنا درناه بالمرقاز اوكي وفي بلاصه لي زيبيس الكايجن سبايسز اللي عندهم في الامريكان درناها راس الحانوت كايجن كاجون كاجون سيسا حنا درناها راس الحانوت سان بلا اللي تقلي فيه كلش فيه طماطم فيه البصل فيه في الخضر كل شيء تقلى عندهم دي سافور كيما حنا عندهم دي سافور كيما حنا تقلى كلش حط الروز يطيب طيبوا واللي كانوا معنا البارح في قصر المعارض داقوا الجمبلايا وعجبت عجبتهم بزاف معرفتوني هربناك الشيف نادية اي 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 شوفوا عندكم شحال صعيبة ما يعرضوك صح صعيبة فيهم كي يشوفوا الرشطة ما خليهمش ياكلوها عليك عرضوني تشبع لا لا شيف نادية لا لا كنت لا لا ما نقدرش لا لا معليش عايشك يسلمك الو يقطع البولي دوك تشوفوا كيفاش يقطع الشرائح تاعو جو سي با ولا يديروا شرائح ولا يديروا شرائح باش يجي الطرف بيان يجي في اوكي داكور بارتي من الخبز داكور كي كان هو جل زائر هكا كانت عنده ان بوت ولا جا هكا ولا اسكو يعرف عاداتها تقاليدها يعرف الطبخ تاعها اسكو كاين تشابه بين لي دو كويزين اول حاجه الشيف روك جا للجزائر من اجل المعرض الدولي للمبادلات التجاريه كما تكونوا تعرفوا الولايات المتحده الامريكيه كانت هي ضيف الشرف لهذا العام وبما انها ضيف الشرف درنا برا الكوتي بيزنس تاعنا درنا المنطقه الثقافيه سميناها الكالتشرال بافيليون جبنا فيها دي جو امريكا جبنا فيها اطباق امريكانيين وجبنا ان سيرك امريكا موزيسيا امريكا وشاف كان يطلع كل يوم سيرك سان يدير وين هذه في سافكس المعرض الدولي لقصر المعارض أوكي. دار كل يوم سيرك سان ان بلا امريكا في سيرك سان وجاو الناس تفرجوا لي بلا تاعو بيان سور دار تشيكن ساندويتش تاعو دار جامبلايا ودار وات ايلس ديد وي ميك
Where on the stage? On the stage. We made the grilled cheese. ودار ان ساندويتش تاع الفرماج الجي دايب يعيطوا له grilled cheese. اوكي. دونك دار بزاف لي بلا وبيان سير كيما قلت لكم راح للمدرسه العليا للفدقه والطبخ داروا علم لهم كيفاش يديروا هذا الطبق تاع الدجاج المقلي وهما ثاني عرضوه وداروا له غداء جزائري تاع هراس. الحمد لله صحته. Chef Rock, can you tell them about Rajin Shua? Oh, at the that we had an Ashraf. Yes. It was. I keep telling everybody that if I was there by myself, I would have eaten the whole thing. قال لي كنت القوه ياكل صحن رجين كامل وحده. تلما كانوا الناس متجينا ما قدرش ياكل. دوماج. It was excellent. Rajin Shua, c'est Rajin Shua. قسنطينة. ولا أنا من قسنطينة. Rajin Shua اللي داروها Ashraf. بنت عشان شو كريتو في حياتي انا ينديرو بزاف منين ايا بدون زعما بلا زوق كيما يقولوا ونموت طبق ثاني خفي غير تاعي جادور انا بنا طاجين شو هذوك اللي طاجين كامل نحبها طاجين شو وداروا له طاجين حلو اوكي داروا له طاجين حلو. One of the things I wanted to say was I cut the chicken because these are very big breasts and usually having like one piece of chicken in my family, you know, traditionally way back in the day, you wouldn't get a whole piece of chicken. Right, so a chicken sandwich is really a luxury, a delicacy. So, but we want to make sure we cut it down so everybody. My mother would never serve something like this back in the day, because having a one piece of chicken, it just wouldn't be enough for everybody. So this is like a treat for us. So قال لك لازم نقصوا الدجاج الصدر باسكو الصدر خشين وكبير دونك نقصوه شرائح. أول حاجة باش يطيب مليح ويجيبني وثاني حاجة باسكو مو امبوسيبل تخلي كل واحد ياكل صدر كامل. دونك يديروا ديز اسكالوب. ديز اسكالوب شوية ديز اسكالوب. أنا نخليه شوية كبير. أوكي هكا سي صح. سي صح وي هكا اسكالوب تشروه وتقطع. أحسن ما تشرو صدر أنا كي قلتي لي صدر عم بالي صدر كومبلي. نو مي دونك كان شريك له. تقطيه بيدك خير باش تحكمي في والامتياز شحال بزاف. اكزاكتومون في القياس تاع الشارع. And then she would, what she does now, she loves chicken salad. So she would take the fried chicken from the she fried a whole chicken, then cut it up and put it into a salad. قال لك وساو الفرايد تشيكن الدجاج المقلي اللي بقى لك وما كي جاي ما ديري به غدوه من داك قصيه وزيديه للسلطه يزيد فيها بنه. اوكي تجي كوم ان سالاتيزا. اكزاكتومون كوم ان سالاتيزا دو جو. Now can I can we are we about to start cooking? نقدروا نبداو نطيبوا ياك. اوكي بسم الله. I'm going to turn, can we turn this one on for the buns just really low? اوكي لازم نشعلوا على مقله نزيدوا فيها شويه زبده ونحمصوا الخبز تاعنا. في الماريكان لازم الخبز يجي محمص باش الساندويتش يجي يقرمش. فوالا دونك شويه زبده في المقله وحنا حمصنا الخبز تاعنا. حنا راح نديروا هاد لو بان ساندويتش تحبوا ديروا خبز عادي عادي هو يقول بيرفكت لو كان هذا هو فاتي وتادي في سول مجرب راهو بنين بزاف واجي نقدروا نديروا به دي ساندويتش كوم نقدروا نديروا هاد لي بيتي با ساندويتش ولا الا بغينا ولا يحلي يحبوا لي بان هيلتي يخدموا لي بان هيلتي تاعهم ويديروا كل واحد كيما يحب. دونك جو بونس شاف تقدري تحطي لنا انت يا شيف. اوكي بيان سور دونك نحطوا الخبز مع شويه زبده في مقله ونحمصوه. الشيف بدا يحط الدجاج تاعنا في لاماريناد. دونك هذيك لاماريناد اللي فيها الفارينه المتبله لو جو تاع لي كورنيشون والماء نحطوه في هذيك لاماريناد ومن بعد نحطوه في الفارينه الشايحه تاعنا المتبله. وقال لك الشيف روك لو سكري انك تتكى عليها بزاف كيما راكو تشوفوا راهو يحطها في الفارينه ويطغط ويعبز مليح اللي راكو تشوفه. كل ما تعبز كل ما تلصق الفارينه تزيد البنه وتجي كريسبي اكثر جوبونس وتجي كريسبي اكثر. كنت حنسقسيه لهنايا دار هذوك لي ليكيد وزاد دار لهم شويه فارينه. اكزاكتومون الفارينه المتبله تاعها دار منها شويه جوست الماء ولو جو دو كورنيشون. And to get it started, those crumbles are really important. So to get it before we going, you drop a little bit of the wash. قال لك نقطروا شويه برك من التتبيله تاعنا المبله نديروها اللي مبربش. اكزاكتومون يجي شباب. اكزاكتومون انا هذه الدجاج يجي بان كريسبي ويجيو فيه دوك لي بول كيما راكو تشوفوا راهو يحط فيها الفرينه ويتكا كيما راكو تشوفوا بلي راهو راح يجي كريسبي سيور.
That's pretty. That's when you get those little crunches right there. قال لك كي تشوف هذوك البلايص معناتها راه راح يجي. انا سميتهم لهم داك الحاره شوف كيما تاع الحاره شوف شي سين ذا جن لايك لايك ذا فيش كين. Yes, exactly. Yes. See, she's a real chef. I love it. قال لكم شيف ناديه هي الشيف تاع الصح لهنا. Thank you. ونحكموها ونحطوها بلا عقل في الزيت. زيت سخونه. زيت سخونه بزاف. باش شغل تخطفها هذيك السخانه تقرمش مليح. والزيت انا احسن حاجه 180 درجه. اوكي. بيان سور عينك هي ميزانك تشوفي الزيت سخن ما بقاوش هذوك لي بول سخن مليح سخن مليح لو اوكي ونحطوها كيما راكم تشوفوا نهزوها من لا ماريناج ديريكت نحطوها في الفرينه شيحه ونضغطوا عليها بزاف باش نشوفوها باللي بانت كيما راكم تشوفوا هذه راهي شابه بيوتيفول از شابه 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 بزاف. Now I have a visual thermometer, right? My grandmother never had a 350 or 180, so I'm looking at it. If the boils, if it's going too fast, it's too high, right? If it's too low, it's not bubbling enough. I need to turn the heat up. Okay. قال لك لهنا اللي نخدمو تقنية عينك هي ميزانك تاع جداتو. جداتو ما كانش عندها ترمومتر تحطو وتشوف على حسب لي بول اللي في الزيت يعرف اسكو ينقص ولا يزيد. How about the bubbles? When do we more heat, less heat? More bubbles, less heat? Well, the correct temperature is about 180, yeah. Right? If you have a thermometer. But the way it's rolling right now, we want rapid bubbles and the chicken is not getting too brown so fast. Okay, donc كل ما يكونوا كاين لي بول معناتها الجيش تاعنا حيطبخ بيان وما يطبخش فيه. Now, قولوا هادي عينك ميزانك تاعنا ماشي تاعك. شاف روك في سين عينك ميزانك از اورز يو كان ستيل ات. Okay, oh no, it's I'm gonna get a t-shirt with it on there. قال لك نشري تريكو مكتوب فيه عينك هي ميزانك دي معايا الامريكا. Okay, نديروا لك واحد نكتبوا لك نديروا لك واحد شاف روك. زهرة كنت نقطع فلوطا فينالمون مقطع يتباعها خبيا ما تكسر راسك معاه ديري له شوية زبدة وحطيه في الحبة الله يخمت عليكم ما تقطعوه ما والو أنا بديت نقطع لقيته فينالمون مقطع هادو لي بان جوي فيسول هاملك برغر عنده بليزيور برودوي هذا جوي فيسول هاد لو بان وقته في الصيف ديري أنا نشوف هكا ديري هاد الفولي تدي هاد لي بان برغر اون ترونش دو سالاد ولا وانت رحتي للبحر ولا ديتي معاك للخدمه ولا احسن انا نيفيتي شويه الماكله تاع برا في السخانه هذه السخانه تخوف سوختو في البحر يجي مقصوص ميم با تقصيه ما تقصيه ما والو تدي معاك دوك لي ترونش دو بولي تحطيهم ان بو فرماج ولا اون صوص ولا وتسيلوفاني لو برغر تاعك احسن ما تشري هذيك الماكله من برا دونك كيما قلت لك شاف ناديه نحطوه في المقله شويه زبده نحمروه يولي ذهبي في حسيتو حب حاجه مثلا and then something to move excellent look how beautiful this is yes. Queen Mother's chicken is the I call it the gold standard of fried chicken and this matches the gold standard right here قال لك لا ريسيت تاع الدجاج اسمها دجاج لالا وهذا الدجاج الطبقه الذهبيه والشروق خموا علينا وداروا لنا كل شيء ذهبي ما شاء الله this is beautiful excellent this looks great she has everything. I love it. And I couldn't chef Nadia Rai Wajda. I have to be back for the next season. She got to have me back for the next season. قال لك عيط لي لا سيزيون جاي نجي. You're welcome anytime. Oh, thank you so much. قالت لك أرواح ما تحب شيف روك. You are always welcome. Now, this should take about maybe 4 or 5 minutes. بين 4 إلى 5 دقائق يوجد الدجاج تاعنا. And it's getting a little low, so I'm going to crank the heat up just a little bit. C'est ça, on hamsa. Okay, les deux côtés. Les deux côtés. On hamsa sur le mقلة. هاد لا ميثود شتاي ديروها في لي فاست فود ديروها في هذيك اللي يطيبوا فيها لا فيون تزيد تمد لك والزبده تزيد تمد لها بنه بنه فوالا كي تتحمر تجي نقرمشها اكثر نقرمشها بلوس بلوس وي فوالا And with the flour, normally we would keep it in a refrigerator. In many black households or frying chicken households, which is the way I grew up, or fish even, we would keep those separate, but in the refrigerator to use the next time, or the freezer even. دونك هذه الفارينة اللي راهي نخدموا بها كي تخلصوا منها ما تطيشوهاش راهي فارينة متبلة وبنينة لا تطيوها ولا ديروها في اون بواط وخبيوها في الفريجيدار باش كي تحبوا تعاودوا الوصفة تجيكم سهلة. Oh, this looks great. You see this? Can we see this? راكم تشوفوا كيفاش راهو يبان الدجاج فيه سلسم. Another one of the sort of visual cues if it's good fried chicken is that it has black pepper specks in it.
كيبان فلفل الكحل فوق الزاج معناتها راه بارفي. And this is beautiful. ناخذ اتصال. الو الو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. كيف حالك؟ اش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. يا الله يشكرك مع الوصفات اللي كتقدمون. يعيشك بلا جميل. هم عاجبينك وصفاتنا؟ عجبتك اليوم وجدرنا؟ والله كلش والله يا صدقيني ما لقينا ما نطلبوا يعني كلش يعني درتوه يعني كامل يعني يعني على المستوى. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. قولي لي عجبوك الاطباق تاع نهار اليوم هذا الكريسبي؟ لا والله مليحه على الكيف. هيا الحمد لله يعني حاجه جديده الواحد يتبادل ثقافات يعني جربهم. نعم قلت لك الانسان كيقعد عنده يعني شويه هكا بالامكان يعني دركا صافي كنا دوناهم صافي ونجربوهم. ما سمعتهاش اش قالت؟ الو قال لك نجربوهم. الو الو واش قلتي لي؟ نفضلك نقول لك طلب منك طالب. تفضلي تفضلي بيان سور. والله يخليك رقم الهاتف اعطيه للسوميه. شوفي دوكا ما تقطعيش يشدوها عليك في لاريجي ونعطيه لها. من فضلك ضروري تعطيه لي السوميه. ما تكوبيش انت يا خلي برك الرقم تاعك وانا اعطيه لها. ايه الله يحفظك ان شاء الله والله ان شاء الله يسترك على كل حاجه يعني ديروا فيها. امين ربي يحفظك حبيبتي عيشك. الله يسترك. يسلمك شكرا يعطيك الصحه. Might be a little hot. It's a little hot. Yep. Perfect. So with the oil, when the oil is left over, it's a lot of oil, but it has seasoning in it. So we would use it for fried chicken. A little bit more. We can push it down. We would use it for fried chicken on the stove, but also you can use it for just cooking oil because it's got seasoning and it's oil. أو مام الزيت اللي تقليو فيه الدجاج ما يطيش تقدروا تعاودوا تستعملوه كي تقليو اي حاجه. اوكي اي طبق بالتقليه نستعملوا هذا الزيت صافي كي يجي بنين نعاودوا نستعملوه. دونك يقدر يستعملوا يقدر يعاود يستعمل في حاجه واحده اخرى ولا في هذا لو مام بولي في لان احنا كنشوفوا فيه لا كولور ولا هذاك الفتات ولا نرهبوا شويه. نحي الفتات وقلي به يجي فيه البنه. اوكي اي بي سي يجي به بنين فوالا. دونك كيما راكم تشوفوا تقلات راهي شابه راهي ذهبيه راهي واجده وراهو يخرج فيها من الزيت راهي تبان كريستي منها على متر راني نشوف فيها شفاف. I can see the crispy from a mile away. Oh my goodness, I'm over here, my mouth is dripping. I'm sorry, I turned it off, sorry. I'm sorry. No, no problem. Can I dance? I'm dancing a little bit. I want to hit the, you got to turn the, I learned all about music and turn a little Chef Khaled on or something, you know? A little bit of DD. I get happy when I start to see good food, so I start dancing, so pardon me. كي ياكل كي يشوف ماكلة بنينة يجي الفرحة ويحب يشطح. لا تحطوا له دي دي يقلشكم شويه. This is really good. Yes. This is beautiful. عجبتك الجزائر غزة؟ Did you like Algeria, Chef Rock? And what did you like about Algeria most? Love Algeria. And I still have a lot more to learn. There's only so much you can learn in one week. I think the food, obviously, and the community, the people. Have been so incredibly warm, inviting. I've just never visited a country where people are so open to share their culture with you. So the people have been the most wonderful thing about Algeria. قال لك عجبتو الجزائر بزاف واكثر حاجه عجبتو في الجزائر هي ناسها مضيافين مرحبين. قول لك عطاك الجزائريين نقولوا حنا يا حارين يعاونوا يوقفوا الحمد لله يا ربي. ما كانش بلاصه راح لها ما دخلوش ما وكلوش ما رحبوش به الحمد لله. الحمد لله هذه هي حاجه اللي كانوا تريزي هكايا الحمد لله. Look at that. And that is where شوفوا قالكم هذه هي those little curves those little قالكم هذوك اللي بانوا كشغل حوت هذوك هما اللي يبينوا لكم اللي الدجاج راهو بارفي. روزا قولي له انا عندي اكسبيريونس شغل نشوفها كي ندير هذا الدجاج الاولى ولا الثانيه بلوتو الاخرين يجوا مور كريسبي على الاولين. واش كاينسر؟ اوكي نو جوبونس هذيك الفارينه تتشمخ. بالك تولي قولوا هذه ديتها افيك ليكسبيريونس. شي سيين ذات ويز اكسبيريونس ذا لاست وانز ار ذا مور كريسبي وانز اند ذا بيتر وانز. شي نوز هاو تو فراي تشيكن. قال لك سيبو انت يا الاكسبير تعرفي خير مني. شور؟ ابسولوتلي. يس. يو نو Food is food, no matter what continent it's on. She knows how it acts in oil, yeah. So it's just doing something different. That's all.
Yeah, look at that. Oh my goodness, we are frying chicken in Algeria again. It's like the fifth time. Yes, and I love it every time. That's beautiful. That's gorgeous. Oh my God. كما قلنا لكم أعزائي المشاهدين لي ما تشريه برا باسكو ما يجيش كريسبي بزاف في الدار اليوم تعلم كيفاش يدير كريسبي في الدار. I love it. I love it. Now we don't normally we use duck fat. I don't know if that's is that appropriate to talk about. Okay. So it gives it a nice rich flavor. So we would use that, but this oil here is great. وما في الأمريكان يزيدوا الزيت تاعهم الشحمة تاع البط. إحنا ما عندناش الشحمة تاع البط. عندنا الزيت تاعنا والزيت تاعنا يستفزنا كما نقولوا إحنا راكم تشوفوا ناجح. Now that's not an American thing. That's very French, and it is very. And my mother would never cook with that, so I don't know what you said, but just for clarification. هو يحب يزيد ال شحمة البط اللي كوتي شيف تاعو ممو جامي ديرها مو تقليت الزيت عادي كيما احنا كيما احنا على الجيريان على الجيريان نديرو خفيف ظري في لاصوص باش نروحو فاصل ونتلاقاو في الطاوله تاعنا دونك نروحو فاصل شات ناديا يدير لنا بك لاصوص في هذا الفاصل راح يدير لنا لاصوص تاعو نعطيهم برك لي زانغريديون نعطي لهم لي زانغريديون نروحو فاصل لانه الدريساج راه واجد كلش نعطي لهم لي زانغريديون بون لي زانغريديون تاع لاصوص على بالي فيها مايونيز كيتشب بصل بودرة ثوم بودرة والملح في الملح والسكر والسكر وعصير الليمون والخل سي سا هادي هما هادو هما هادو هما and a little bit of paprika yes شويه بابريكا اسكو عنده دي ميزور ولا نديرو برك كان اي دو بليز ام ان يور كيتشن يو جو فور سيستر قال لك تجي لي تعرف يلا قولوا انت ضيف نكبروا بك هلا a little bit maybe one spoon one مغرفه yes, one. Okay perfect that's good A little pinch. أينك ميزانك؟ Well, I feel like we should. I hate making that. Yes, yes, absolutely. Okay. Salt. Just a touch. ملح، ثوم بودرة، بصل بودرة، مايونيز كون بزاف والكيتشب واحد الملعقة برك. Maybe like a teaspoon of. Sorry. Oops, I got it. I'm sorry. A little meat. No problem. Okay. Lemon juice. شحال ندير؟ Yes, just maybe like a teaspoon. Teaspoon. Okay. Perfect. Vinegar. Same thing. Teaspoon. Okay. Sugar. Yes. How about sugar? I gotta see it. Okay. شوف. هنا كيا ميزان كيما قلت. There it is. A teaspoon, I guess. ملعقة صغيرة. صغيرة. عصير ليمون وخل وسكر. We don't want it to be sweet, right? We want just to balance the sweet and the sugar, so it shouldn't be super sweet. يلا كم تجيش. A little, like a pinch. اوكي وشويه باسكو هي ملعقه صغيره ملعقه صغيره من هذوك كامل هذه لاصوص اللي ترافق هذا الدجاج تاعو مع هذا لي ساندويتش بون لي ساندويتش دوك نديروا لو مونتاج تاعهم هذه لاصوص اللي ترافقهم نروحوا فاصل قصير ونتلاقاو في طاوله التقديم ان شاء الله عدنا ولينا لكم بعد هذا الفاصل القصير وهذه الطاوله المزينه بعاصمي على نحاسي على قسنطيني على مهم كل ولايات الجزائر محبوبه في قلبنا والجزائر في قلبنا حتى الممات ان شاء الله الوغ راكم شفتوا الاطباق تاع نهار اليوم بون انا رشتاك ودرتها ديجا معاكم حبيت باك نديرها له يدوقها لانه مازال ما داقش الرشته الرشته غوزه قولي له سمعتك تقولي له سي دي بات نديروهم مصنوعين سوا في البيت سوا يخدموهم في لي زوزين تندرب اون صوص بلانش لاصوص بلانش يكون فيها الحميصه الدجاج ولا البولي اون جينيرال الدجاج ولا اللحم وحميصه القرفه كي تكون كاين اللي يدير لها لي زالجوا هنا في العاصمه يديروا اون كويغ تاع المزهر وكي الثاني ترشيها تقدري ديري لها اون كويغ باش تشمي شغل القرفه مزهر هذوك لي سافور تاع العاصمه عاصمه فوالا لي سافور كون درت له لي دات فوغي شوكولاتي باش نرحبوا به ايتو هذه هي هو رايي يبريزونتي لنا الطبق تاعو واش نقول لكم شوفوا الدجاج دقناه كامل بنا سي فري كو انا ندير مي البن بنا كريسبي هذاك وحده انا جامي تحصلت على هذيك القرمشه لاسوس راهي في الفارينه تاع الحميصه وفي الفارينه تاع الرز نخلي له اوكي شي ميد يو رشتا رشتا از ا ستيبل اوف جيريان ديش
The pasta, as I said, is made at home or bought at stores. And the sauce is made with vegetables, mainly turnips and courgettes. Lift with courgette. And then it's in Algiers, and to make it more Algiers, they add flour, water, and cinnamon to make it taste more delicious. Mm-hmm. And she made it to you the authentic Algiers way. And now they want you to present yourself, the program you came in, and your chicken sandwich. Well, thank you very much. It looks incredible. I am here because of the Culinary Diplomacy Project and the U.S. Embassy. And part of our, well, not part of, but the reason why I'm here is to share. Obviously, I brought fried chicken, but also to learn. It's learning through cultural exchange, through food, the best way. And I definitely want to say that it is because of my mother and my grandmother, my great-grandmother, right, strong, ingenious black women, that fried chicken, this whole industry, in my opinion, exists because of this. This is one example of this beautiful dish that didn't exist, and then they pulled together all of these things to make magic, just as Chef has pulled together all of this beautiful magic for us today. You're welcome. Thank you very much. شكرا لكم معنا اليوم جراس الكولينري ديبلوماسي بروجرام اللي هو برنامج دبلوماسية للطبخ والسفارة الولايات المتحدة الأمريكية واليوم خدم لكم أمبلا اللي يعني له بزاف باسكو كانت تخدمه يمه وجداته وجدات جداته دونك هذا أمبلا يخدموه النساء الأفريقيات strong black women نساء الأفريقيات القويات وبقات هاد لاروسيت تمشي في العائلة تاعو من جيل إلى جيل وهذه حاجة خليته فخور جدا بالأصول تاعو. أنا لو بليزير كي بارطاجا معنا هاد لاروسيت سورتو حاجة قديمة دو فامي إي تو شغل سي تان بليزير ميم لو كو ولا غير ربنين على بالي بلي كامل تحبوا ولادكم كامل يحبوا هاد الطبق. يعطيك الصحة روزا سي تان بليزير دو تفواغ اللي عرفتك قصرنا ديجا. ثانك يو فيري ماتش شيف إت واز ا بليجر. ان شاء الله دوك اوكازيون شكرا على الشروق بيان سور على هذه الفرصه تعرفنا على بعضنا بعد تعرفنا على طبق هو حيدوق طبق تاعنا ان شاء الله دوك اوكازيون ان شاء الله لما هو قال لك قناه الشروق الله يبارك راكم اوتو ثانك يو فيري ماتش شروق تي في I hope to be back soon so thank you so much Algeria for having me this is a beautiful country and I love it ان شاء الله ان شاء الله قال لكم راهو فرحان بزاف اللي راهو في الجزائر وحاب يرجع للشروق وحاب يرجع للجزائر مرحبا به وعجبته بزاف وشكرا على الاستضافه سلام سلام ان شاء الله وصفات جديده باي